imagine a world. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. إذا شباب رجعت لكم بفيديو يخص التجربة لسلاح الاي سي ار الليجندري اللي حصلناه من عجلة شخصية جونزو. اوكي، الاضراب الاجتماعي بصدق ولا مش عارف سالفة الاسم هذا بصراحة يا شباب، لو سموه الجوكر مباشرة احسن. المهم الحين راح نلعب اول جيم، راح نلعبه الشخصية الاصلية اللي كانت معنا واللي هي تشبه رأسها يشبه السلاح بالاصل، فراح نلعب بها اول شيء وبعدين نلعب بالشخصيه اللي حصلناها من عجله الحد في الجيم الثاني. المهم ما راح اطول عليكم يا شباب، راح اعطيكم تفاصيل هذا المقطع مباشره. اني حاولت انه العب تصنيف لكن للاسف يا شباب والله في كل مره يعطيني بس سيشن ديستروي، يعني ما يعطيني لا تيم ديد ماتش ولا هارد بوينت ولا دومينيشن. فلهذا السبب حبيت اشارك معكم المقطع ماب نيوك تاون الروسي، يعني حتى تشاهدون تفاصيل السلاح احسن، لانه يطلب كيلات حتى يتغير الايفكت. بالاضافه انه هون تلعب شوي على راحتك، اوكي يعني ما تخاف يذبحوك وما ترجع، فتلعب على راحتك يعني يذبحوك ترجع ثاني وتشوف الايفكت اللي يخص السلاح. بصراحة السلاح فخم جدا يستاهل يا شباب. ليش؟ لأنه سلاح الاي سي ار ممكن سلاح متداول في كل المواسم، فمش سلاح جديد يعني ينزل معنا موسم وبعدين ثلاث مواسم أو موسمين ما نسمع عنه أي خبر وما نلعب به. فسلاح الاي سي ار معروف لدى الجميع. المهم ما راح أطول عليكم أيضا يا شباب، أتمنى من صميم القلب ألا تبخلوا علي بلايكاتكم مشاركة المقطع، وأنصحكم نصيحة كبرى يا شباب أنه الناس اللي تحصل سلاح لا تلعب بسلاح مباشرة بالتركيبات اللي سوتها الشركة، لأنه تخصيص بيض بيض. إذا تريد تنعل بليسك في الجيم ألعب بالتخصيص اللي سوته الشركة لهذا السلاح. للأمانة هذا كل ما لدي. اخر شيء يا شباب راح اترككم مع الجيم بلاي مباشره، يعني بدون صوتي حتى تسمعون صوت السلاح. اوكي يعني ما راح نتكلم حتى تسمعون التفاصيل احسن. اوكي فيلا شباب دمتم في اتقى وحفظه، نلتقي في الشرح والحلقه القادمه بحول الله. تذكروا الله يكمجني وتقديرا لتعبي، فيلا فرجه ممتعه، سلام. Reloading.
changing mag. Enemy contact. We've taken the lead. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Contact with enemy. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.